السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله يومكم بكل خير. رح نبدأ معكم يا شباب الآن بجملة بريك وكونتينيو. كيف نعمل جملة بريك وكونتينيو لغة البايثون؟ مثلا عندنا variable c يساوي 0 و total equal أيضا 0 و while true. while true طبعا هي راح تظلها تستمر إلى ما شاء الله، لكن انا جوا اللوب راح استخدم جمله البريك، بحيث لابد يكون عندك جوا اللوب طبعا اكزيت بوينت. هي نقطه كثير مهمه، سواء كان عندك ريكيرسيف فانكشن او كان عندك لوب، ده اتذكر على طول الاكزيت بوينت. لابد يكون عندك نقطه خروج من اللوب او نقطه خروج من الريكيرسيف فانكشن اذا كان عندك فانكشن بيعمل كول لنفسه. اوكي طيب، الآن بدي أعمل grade يساوي input of، هي enter grade، enter grade. طبعا ال grade بعد ما يدخلها بدي أحولها أنا إلى integer، وهيك حولناها إلى integer. الآن بدي أشيك على if grade equal equal zero. if grade equal equal zero then break. then break غير هيك plus c plus equal 1 هي الكاونتر، والتوتال plus equal الجريد، total plus equal الجريد. وبعد ما يطلع من اللوب بدي اعمل print، بدي اعمل print للتوتال، هي total total equal plus total. طبعا plus هون راح تكون concatenation. total بدي احولها لسترينج هنا str، لان التوتال عباره عن رقم. اوكي هاي plus الكاونتر او الكاونت equal plus str count c. اوكي بعد هيك بدي اطبع الافريج equal plus str هو total على الكاونتر. اوكي الان شباب الكود عندنا، بدي اقرأ مجموعة ارقام انتجر من الكيبورد ما دام اليوزر ما بدخل زيرو، فانتر جرين اور زيرو تو اكزيت. ما دام اليوزر مش مدخل زيرو بضلني اقرأ قيمة، بضلني اقرأ قيمة، وبدي احسب انا الان طبعا مجموع القيم وعددهم. فعندي الآن الكاونتر هو سي، بحسب مجموع القيم، والعدد بحسبه أنا عن طريق الكاونتر وبحسب عدد القيم، والتوتال بحسب مجموع القيم. أوكي فإذا بدي أقرأ مجموعة أرقام مجموعة grades من الكيبورد ما دام اليوزر مش مدخل زيرو. لما اليوزر بدخل زيرو معناها خلص بده يطلع من البرنامج، بده يطلع من اللوب، بده يطلع من اللوب، يعني انتهت إدخال عملية إدخال البيانات. فبالتالي بما انه انا مش عارف اليوزر رح يدخل كم من رقم او كم من قيمه، انا مش عارف، يمكن يدخل 5 او 10 او 100 او 200، بالتالي بدي استعمل الوايل لوب. جمله الفور لوب صعب احلها بهذا السؤال. طيب الان كاونتر صفرناه يساوي 0، التوتال كمان صفرناه حطينا فيه 0، وايل ترو ما دام ترو طبعا هي رح نضلها تتنفذ الى ما شاء الله، لكن انا عامل نقطه خروج جوا البرنامج. grade يساوي integer of input of enter grade or zero to exit. فبدخل اليوزر قيمة معينة بحولها إلى integer وهي بتصير قيمة الجريد. لا ما دام الجريد if grade equal equal zero، إذا اليوزر دخل قيمة zero معناها بده يطلع من البرنامج، يعني خلص إدخال البيانات. ف if grade equal equal، انتبهوا إن المساواة equal equal، هي إشارة مساواة. أما يساوي واحدة زي هي عبارة عن assignment، هي عبارة عن assignment، بينما هنا عبارة عن إشارة مساواة إنه هل يساوي أو لا. فإذا كان الجريد بيساوي الزيرو، إذا كان ترو بتنفذ جملة البريك. جملة البريك معناها اطلع من اللوب،
بريك يعني توقف، فبالتالي أول ما يتنفذ جملة البريك بيطلع من اللوب، ما بيكمل الكود اللي بعده، ما بيشيك على الشرط تبع اللوب، لا بيطلع من اللوب، بيطلع من الدوران. إذا كان نستد لوب والبريك موجودة بالإنر لوب بيطلع للأوتر، إذا كانت موجودة بالأوتر بيطلع من اللوب كله. فدائما جملة البريك باللوب تخرجك من البادي تبع اللوب. أوكي الآن، طيب من الآن مثلا نحن دخلنا مجموعة قيم، أوكي لا مثلا دخلنا هاي عندي أوكي قيمة الجريد، دخلنا اوكي اول شيء عندي السي قيمتها 0 والتوتال قيمتها 0، سي 0 توتال 0 وايل ترو، ترو اكيد بدخل جريد يساوي انتجر اوف انبوت انتر جريد اور 0 تو اكس، دخلنا اول رقم 5، اف جريد ايكوال ايكوال 0 هل 5 بتساوي 0؟ لا فولس، إذا بروح على الجزء اللي بعده. بقدر أحطه بالإلس أنا طبعًا. C plus equal 1 الكاونتر بزيد 1، بصير 1، كان 0 صار 1. والتوتال plus equal grade بجمع التوتال مع الجريد بخزنه بالتوتال. فـ 0 زائد 5 بتساوي 5. الآن بروح على الوايل، وايل ترو إذا ترو. جريد اقرأ القيمة التالية، دخلنا بدل 5 3. دخلنا القيمة التالية قد إيه؟ 3. اف جريد ايكوال ايكوال 0 هل جريد بتساوي 0؟ لا 3 ما بتساوي 0 اذا فولس. كاونتر بلس ايكوال 1 زاد الكاونتر صار 2 والتوتال بلس ايكوال جريد بجمع التوتال مع الجريد 5 3 8 وبيخزنها في التوتال اللي هي 8. اوكي وايل ترو ترو دخل اقرا قيمه التالي للجريد، دخلنا 10 اي 10. F grade equal 0 هل 10 بتساوي 0؟ لا false، إذا ما بنفذ إيش جملة البريك، جملة البريك. counter plus C plus equal 1 2 زائد 1 3 و total plus equal grade ف 8 زائد 10 بتساوي 18 وبتتخزن بالtotal. القيمة اللي بعديها دخلنا 0 للgrade، دخلنا 0 مثلا. F grade equal 0 هل الزيرو بتساوي 0؟ true. لما نفذ البريك بطلع من اللوب، لما تنفذ البريك بطلع من اللوب طوالي خلاص ما بينفذ أي شيء بعده، لا بطبع التوتال equal التوتال اللي هي 18 والكاونت equal الكاونت اللي هو 3. نحن دخلنا 3 قيم صح؟ 1 2 3. القيمة الرابعة مش محسوبة لأنها ما بدي إياها أنا، بحسب لك الافرج اللي هو توتال على السي اللي هي 18 على 3 يعطينا 6. فهذا يا شباب مثال على جملة البريك، مثال على جملة البريك. اوكي طيب الان خلينا ناخذ مثال على جملة الكونتينيو. اوكي الان راح ناخذ مثال على جملة الكونتينيو. فور اي ان range of 1 و 100. اوكي خليها 1 الى 101. if i mod 3 equal equal 0 if i mod 3 equal equal 0 continue. غير هيك print لاي، غير هيك print لاي. الآن شباب جملة الكونتينيو، جملة الكونتينيو لما تتنفذ من اسمها كونتينيو يعني بتجاوز عن أي كود بعدها باللوب، بتجاوز عن أي كود بعد باللوب وبطلع على النكست للنكست iteration، بطلع أو برجع على النكست iteration. أوكي خلينا الآن نتبع البرنامج لو لفترة كتير بسيطة. الآن for i in range من 1 إلى 101 يعني راح يبلش من 1 راح ينتهي على 100، لأن أول قيمة ل i عبارة عن 1. if i مد 3 equal equal 0 هل i مد 3 بتساوي 0؟ هل 1 مد 3 بتساوي 0؟ لا
واحد وثلاثة بيساوي واحد، فإذا false. ما بنفذ الـ continue وبطبع i، فأول قيمة i بطبعها واحد، بعد هيك i بتزيد اثنين حسب الـ range اللي عندي، قيمة بعد الواحد اثنين. هل i 2 مود 3 بتساوي الزيرو؟ 2 مود 3 ما بتساوي الزيرو، لأنه 2 مود 3 بتساوي 2، بتساوي 2، 2 لا تساوي الزيرو، فإذا false. لأن print i بطبع الـ i اللي هي 2، لأن القيمة التالية لآي قدية 3. if i مود 3 بتساوي 0، هل 3 مود 3 بتساوي 0؟ نعم، 3 مود 3 عبارة عن 0، و 0 بتساوي 0، فإذا true. لما تنفذ جملة الـ continue ما بتنفذ اللي بعدها، اللي بعدها ما بتنفذ، فـ continue معناها اطلع أو انتقل للـ next iteration، انتقل للـ next iteration. إذا ما بطبع الثلاثة، بروح للـ next iteration اللي هي i 4، اللي هاي 4. هل 4 مود 3 بتساوي 0؟ لا، 4 مود 3 1، 1 ما بتساوي 0، إذا ما بنفذ الـ continue وبرنت i بطبع 4. بعد هيك بصير 5. هل 5 مود 3 بتساوي 0؟ 5 مود 3 2، 2 ما بتساوي 0، إذا false الشرط، فإذا بطبع i اللي هي 5. بعد هيك بتصير i 6. هل 6 مود 3 بتساوي 0؟ نعم، 6 مود 3 عبارة عن 0، 0 بتساوي 0 true. فcontinue انتقل للنكست iteration وتجاوز عن ما بعدها، بتجاوز عن جملة البرنت وبنتقل للنكست iteration بتصير i 7. إذا هون بيطبع لي كل الأرقام إلا الأرقام اللي تستقبل القسمة على 3. بيطبع كل الأرقام بين الواحد للمية إلا الأرقام اللي تقبل القسمة على 1، أرقام تقبل القسمة على 1 ما راح يطبعها. ما راح يطبعها. طيب الآن نسوي run. أوكي، هي save. هذا continue. هي run. أوكي، لاحظ معي. أعطاني الأرقام 1، 2، 4، 5، 7، 8، 10، 11. أي رقم يقبل القسمة على 3 أو من مضاعفات الثلاثة ما أعطاني إياه، عشان وجود جملة الـ continue، عشان وجود جملة الـ continue. أوكي، موضوعنا التالي شبابي جملة الـ pass. الـ pass، أوكي، الآن الـ pass هي will do nothing، ما بتفعل إشي، ما بتفعل إشي. طيب مثال عليها: for i in range of 1 و101، نفس range السابق اللي أخذناه على جملة الـ continue. If i mod الاثنين not equal 0 pass، و else print i. أوكي. الآن لاحظوا معي، for i in range 1 للـ101، رح أبلش من 1 وينتهي عند 100. if i مد 2 لا يساوي 0، i مد 2 إنه الرقم ما بدي يقبل القسمة على 0، إذا ما بيقبل القسمة على 0 pass يعني امشي كمل، ما بتعمل إشي نهائياً. else print i، فبالتالي أنه هنا أي رقم بيقبل القسمة على 2 رح يعطيني إياه، يعني زي مثلا 2، 2 مود 2 بتساوي 0 ففولس، فاذا بطبع لي اياه. مثلا ال 3 بيقبل قسمه على 0، لا، 3 مود ال 2 عباره عن 1، 1 ما بتساوي ال 0، نعم، فبيعمل باس. فهون الان بطبع لي اي رقم من اي رقم يقبل قسمه على 2 بطبع لي اياه. اوكي، برنت اي وهي كوما انت ايكوال spaces run. لاحظ معي بيطبع الأرقام اللي تقبل القسمة على 2. ليش أنا وضعت جملة الـ if بهذا الشكل؟ يعني إذا أنت الآن بدك تعمل جملة if بهذا الشكل وما بدك تكتب كود هنا، ما بدي أكتب كود هنا، بدي أطبع الأرقام عن طريق جملة الـ else، عن طريق جملة الـ else. بالحالة هاي رح يعطيك عليها syntax error، syntax error، لأنه ما بزبط أضع جملة if بدون أي إشي بداخلها. فبالتالي إذا أنت بدك تضع كود
وهذا الكود بدك بداخله ما بدك اياه يعمل شيء نهائيا، ما بدك اياه يعمل شيء نهائيا عشان ما اتركه فاضي بيعطيني عليه ايرور زي هلا. هي دعمل ران اعطاني عليها ايرور، اعطاني عليها ايرور. فاذا بكتب ايش؟ كلمه باس، باس انه راح ينفذ هذا الكود وبس، وبيكمل بيكمل راح ينفذ هذا الكود وبيكمل. هاي ران اعطي ارقام لتقبل القسم على 2. طبعا الكود نفسه انا ممكن اكتبه بغير كلمه الباس، لكن انا كمثال عشان اوضح لك مصطلح الباس. الان فور اي ان رينج اوف 1 و101 اف اي مود الاثنين ايكوال ايكوال 0 برنت الاي واند ايكوال تو سبيسز. ماذا الكود بيسوي؟ نفس عمل الكود السابق، يعني هذا الكود بيسوي نفس عمل هذا الكود، لكن انا هنا ما استعملت كلمة الباس، وهذا كان مثال بس عشان كيف تستعمل جملة الباس. طيب وهي برنت عشان يكون في عندنا لاين او نيو لاين بيناتهم. هاي ران لاحظ معي اعطاني الارقام الزوجية مضاعفات الاثنين 2 4 6 8 الى 100، ونفس الشيء اللوب اللي قبله اعطاني ارقام تقبل قسمي على 2 او هي ارقام المضاعفات الاثنين، فاعطاني نفس الكود بيعطيني نفس النتيجة. لكن هذا مثال على استخدام كلمة باس. عندك بلوك، عندك كود، انت مضطر تحط فيه كود بس انت ما بدك يعمل اشي، ما بدك يعمل اشي، فوضعت داخله كلمة باس. هيك كان الان كملت اللوبس الكونتينيو والبريك والباس. راح اضع لكم مجموعة examples ومجموعة exercise عشان تتمرنوا على كتابة اللوبس، عشان تتمرن على كتابة اللوب. يعني من المسائل اللي مشهورة اللي بتنحل باللوب مثلا انك تقرأ رقم وتجمع الارقام اللي بداخله. يعني مثلا ممكن تقرأ انت الرقم زي مثلا 1 3 2 5، اقرأ هذا الرقم وبعد هيك بدي اجمع الارقام المفردة اللي فيه، يعني اجمع الواحد والثلاثة والاثنين والخمسة، فواحد والثلاثة 4، 4 واثنين 6، 6 و5 11، فبيعطيك مجموع الارقام 11 مثلا. هذا كمثال. هالمسألة بتنحل باللوب، هلا ممكن تحلها بطريقة ثانية ما في مشكلة، لكن تمرنوا عليها. كمان من المسائل المشهورة اللي ممكن حلها باللوب اللي هي ايجاد البرايم نمبر. ايجاد البرايم نمبر، البرايم نمبر هو الرقم اللي ما بقبل قسمه الا على نفسه واحد، الا على نفسه وواحد. زي ارقام البرايم مثلا 3 يعتبر برايم، الخمسه برايم، السبعه برايم، التسعه لا، يعني 9 تقبل قسمه على 3، تقبل قسمه على 3، ال 11 برايم، 13 برايم، ال 15 لا، ال 17 برايم، وهكذا. هي كلها ارقام برايم، ارقام اوليه. الان كمان اكسرسايز لكم، اكتب كود بحيث اليوزر يدخل رقم وبرنامجك بشيك على هذا الرقم هل هو برايم او لا. اذا كان برايم يطبع لك برايم نمبر، اذا ما كان برايم يطبع لك نت برايم نمبر. كمان هي من المسائل المشهوره جدا بالبرمجه، ممكن حلها باللوب. اوكي شباب، أشكر لكم حسن الاستماع وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.